ايه النتائج اللي ممكن تحصل لهذا؟ كلنا قلوبنا يعني مليها القلق والخوف على اهالينا في قطاع غزة اثر ما يحدث هناك ربما في هذه الساعات. خليني اقرا لحضراتكم نص حديث الدكتور احمد ابو الغيط الامين العام للجمعية العربية اللي رحب بنجاح الجمعية العامة للامم المتحدة في تبني قرار بيدعو لهدنة انسانية فورية في غزة تفضي الى وقف الاعمال العدائية. وأكد أنه تبني القرار بأغلبية 120 صوت ده بيعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة الفيتو اللي يعني أعاقت لمرات صدور قرار مماثل من مجلس الأمن. ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام عن الأمين العام للجميع تأكيده على ضرورة ترجمة هذا القرار لحملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطونها الضوء الأخضر لوقف حملتها الجنوبية على قطاع غزة. ومن جانب آخر أعرب أبو الغيط كذلك عن ترحيبه بالإعلان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة وضرورة إرسال المساعدات للسكان هناك، وكذا بمبادرة إسبانية لاستضافة مؤتمر دولي يهدف لإيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.